على الصفحة ديال الفيسبوك واحد السؤال، طلبنا منكم اقتراحات ديالكم للمواضيع اللي تبغوا نديروا عليها حلقات قادمة، وجاونا بزاف ديال الاقتراحات. غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بالترتيب، درنا واحد اللائحة وغادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. كل مرة غادي نديروا حلقة نجاوبوا على سؤال. الحلقة ديال اليوم غادي نخصصوها للسمنة ديال الأطفال. البعض من الأصدقاء ديال الصفحة لاحظوا بأنه ديال الصفحة وديال القناة لاحظوا بأنه بعض الأطفال في هذه الفترة ديال الحجر الصحي تزاد الوزن ديالهم، غلاضوا. هنا كاينين بعض النصائح اللي بسيطة اللي ممكن نعطوها لهم واللي غيتعاونهم باش يتغلبوا على هذا المشكل. المسألة الأولى، النصيحة الأولى هي موجهة للوالدين. أول حاجة تنطلبوا من الوالدين هما أنهم ينقصوا من السكريات والدهنيات في الأطعمة ديال ولادهم، في الماكلة ديال ولادهم. ومي تنقولوا السكريات ما تنتكلموش غير على الطعام والماكلة الحلوة، تنتكلموا كذلك على الخبز، على المعجنات بحال السباغيتيك، بحال المكرونة. كذلك بالنسبة للدهنيات خصوصا المقليات، المسائل اللي هي مقلية. وبالمقابل تنصحهم أنهم يكثروا لهم بالخضر في الخضر والفواكه. بطبيعة الحال نجنبوا الخضر اللي فيها النشويات، ما نكثروش من الخضر اللي فيها النشويات كالبطاطا. المسألة الثانية والمهمة بزاف، تندعو الوالدين أنهم ينقصوا العدد ديال الساعات والوقت اللي تيدوزوا ولادهم قدام الشاشات ديال التليفونات، ويعوضوهم شوية ديال الرياضة، واحد نص ساعة حتى ساعة ديال الرياضة في النهار. ولا قدوا الوالدين والأسرة دير الرياضة مجموعة، يعني يعطوا المثال، بدل ما يكون الوالدين هازين تليفونات ويعطوا واحد المثال سيء، يحاولوا ينقصوا شوية حتى من التليفون، ويخصوا واحد نص ساعة حتى ساعة في النهار، ويديروا رياضة جماعية مع أولادهم. وكما تنقول دائما كاين فيديوهات على اليوتيوب اللي فيهم هذه الحركات الرياضية، واللي ممكن ببساطة يتبعوهم الأطفال مع الوالدين ديالهم، واللي تيعطوا النتيجة ديالهم، وتيحرق واحد الكمية كبيرة ديال الكالوري ديال الطاقة، وتيساهموا في أنه الوزن ما يتزادش، تيحموا للجسم أنه الوزن ما يتزادش. كذلك بالنسبة للنوم الكافي، كاين دراسات تقول بأنه الأطفال اللي ما تينعسوش مزيان، ما تينعسوش عدد كافي ديال السوايع ديال النوم، عادة تيكون عندهم تتغير الميول ديال الشهية ديالهم تيولوا تيميلوا أكثر للسكريات والدهنيات. لذلك فنحاولوا أننا الأطفال نحافظوا لهم على واحد ساعات معقولة ديال النوم يوميا. وأخيرا بالنسبة للتوتر والقلق، العديد من الأطفال التوتر والقلق تيدفعهم أنهم يمشوا يفتحوا الثلاجة وياكلوا، أو تتفتح لهم الشهية بشكل غير طبيعي، تولي عندهم واحد الشراهة. نحاولوا نقصوا من التوتر والقلق ديال الأطفال بأننا نرفهوا عليهم، ندير معاهم واحد الألعاب جماعية، نخلق لهم واحد الجو اللي هو طيب، واحد الجو اللي هو مزيان، باش نقصوا من التوتر والقلق ديالهم في الفترة ديال الحجر الصحي. الحلقة ديالنا ديال اليوم انتهت. الحلقات القادمة إن شاء الله غادي نجاوب فيها على أسئلة أخرى اللي جاتنا على الصفحة ديال الفيسبوك.